السلام عليكم شباب شناهويكم فاميليا. الفيديو هذا متاعنا شباب من لاغار من محطة القطارات برلين هاوب بانهوف. هاني خويا بالباجاج راح نزيد نقرب بك نوريكم الدنيا شوية. راح نبيعوا في الورد لهنا. هذه هي شبيبة ما هذا يا شباب اخر نهار عندي في برلين. اكاو فات فالمكتوب نرجعوا لها ان شاء الله بعد ان شاء الله ما تطويلش المده. المهم الان احنا ديريكسيون داريز باش نمشيو ناخذوا تران توا يقعد بين 4 سوايع ونص حتى المنهايم. منهايم نبدلوا تران اخر مانيش عارف زاد قداش يقعد لين نوصلوا باريس. المهم هاكم باش تقعدوا معنا شبيبه في الرحله تاعنا. شوفوا الباجاج بالطبيعه مانيش وحدي معايا شكون. قعدوا معنا و نشوفوا الدنيا كيفاش، شوفوا شنو باش باش نعملوا. يلا شبيبه. شنو هذا؟ بيجوج ميجوج. أول مرة شفت ترى معبي هكا. خليها فوق هذه خليها هون. أول مرة شبيبة نشوف ترام عبي كيما هك. واو برج وليا مطنع. المهم تو طلعنا في الترام. يا طيب شدوا الطريق حكيت 5 دقائق ويخرج 5 دقائق ويخرج في بالي طيب نص نهار ونص. المهم الوداع برلين نكاوش بي هذه اخر لحظات في برلين شبيبه باريس. با 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 احلى برلين اخر كوكي في برلين. تو اي حاجه باش نعملها باش نقول لك اخر حاجه في برلين. شباب نقولوا توا عندنا قريب الساعة واحنا في التران وحلها باش نعديو الوقت. فري فاير تعرفوش ما قالولكمش اللي انا اسطورة متاع فري فاير. دونك شوفوا كيفاش باش نهبط كيما قال الراجل. هاي سيدي بسم الله شوفوا بلايصة باهية نهبطوا فيها كيما هذي. وين الحس؟ نعم هوني شبيبة تشوف كيفية نبدأ نقتل فيها مرة بعد. شوف هذي باش نقتل الوقت في هالرحلة هذي التعيسة. هاي جرنة ذوق البنة هاي سيدي. شنو رايكم؟ شوفوا هذا المهم ماكم عملتش زوم ثواني باهي برشا سايب علينا شبيب. المهم نكملوا طريق ما الشمس ضربت. شوف عندي درجة قداش ما شفتش الشمس. يعني اليوم الشمس موجودة. ياو. المهم شبيبة حاليا بعد 3 ساعات ونص ولا 4 ساعات هذه هي اخر لحظات
قبل ما تظلم الدنيا. وشوية آخر الخمسة ونص ساعة ونص أخرى ونهبطوا في مانهايم. مانهايم ماني قاعد نتفرج في الماتش متاع مصر، مصر والأردن، وإن شاء الله تونس في الفينال. المهم ما نعرفش، المهم نوصل للفينال. هاي مصر والأردن مازالوا 0-0. المهم شباب، القهوة بالطبيعة تحافظ لنا على النشاط البدني. يلا جو. تشوفوا في الدنيا ولا ما تشوفوش؟ نظهرين ما يقرب لكم هكا. هذه فرانكفورت شبيبة. فرانكفورت هوبنهوف. الأردن رابحة 1 بلاش، الدقيقة 45، الشوط الأول وفاء. هذه فرصة عدلت، والله عدلت اهو على المباشر، والله عدلت مصر تو دقيقة 45. الفراعنة عادوا وعدلوا النتيجة. باب شكون هذا؟ شو اسمه؟ مالا بونتو. حلو الفراعنة عدلوا النتيجة. حب نعرف اسم السيد اللي مارك البونتو، ما حطوهش. المهم مروان حمدي اسمه. المهم شبيبة، احنا حاليا في فرانكفورت، مازالت ساعة تقريبا ولا اقل من ساعة بشوية نوصلوا المنهاي. واخيرا شبيبة وصلنا الى منهاي، والترا اللي بعد هذا يمشي ديريكت باري غار دو ليست. الحمد لله. هذا الباجاج كما تشوف. مانهايم ديريكتون باريس، الساعة توا 5:30. هاهو جاء تي جي بي متاع باريس شبيبة. شبيبة مازالت إلا 20 دقيقة ونوصلوا إلى باريس. وكهو هاني قاعد نتفرج في الماتش الجزائر والمروك. هاي خويا. المهم هانا وصلنا لباريس بعد مانيش عارف. المهم 9 نوصلوا، خرجنا نص نهار ونص من برلين، 9 بالضبط نوصلوا لباري غار دو ليست. هجمة خطيرة للمروك. ضربة رأس حسين بالعيادة. شنو رايكم في اللعب؟ ماتش قوي برشا برجولية. والمهم واللي جاينا في الديمي فينال مرحبا به، ان شاء الله تونس في الفينال. لا فامي مرحبا بكم في باريس. باغي غار دو ليست شبيبة، توا اوكي 9 الا 6 دقائق لنبدا المغامرة شبيبة. يلا يا برو وينك انت؟ وينك؟ انا في غار دو ليست يا حتو. كنت غادي احلف والله، اقسم بالله كنت تو في غار دو ليست. انا سايي مشيت على روحي مروح للدار. لا وقتها ما نكلم فيك. وينك تو؟ انا تو بروح ماشي في الطريق للدار في الكهرباء. باهي غدوي. باهي هذوما على الصباح بكري نخرج من الدار انا تو نفرقعوها. ما وقتاش انت تقوم؟ تو نكلمك اما الصباح بكري. امريكا لايك تقوم كلمني. يلا خويا هذوما تشاو. تشاو. كيفاش هذوما بالالمون؟ بس مورغان. ها؟
بيس مورغان. بيس مورغان بالالمو بيس مورغان. بيس مورغان بيس مورغان. المهم شبيبة نضوي على روحك. المهم شبيبة وصلنا باريس وغدوة نخرج ونفرقعوها فلوجات افلام سيناريوات سينما نعملوهم الكل مغامرات. بيس اند لوف. ما تنساش ساب سبسكرايب والسلام عليكم احلى ناس.